اروح مع حضراتكم لتصريحات روي فيتوري، وانا قلت لحضراتكم واحنا متابعين تصريحات الراجل اول باول وقرايته كده للمشهد، الحقيقه الراجل يمكن هيحاسب على جزء من الفاتوره هو ملوش اي علاقه بيها، وهيستلم المنتخب او مسؤوليه المنتخب الوطني في فتره الكره المصريه كلها، منظومه الكره المصريه كلها بتعاني، وبالتاكيد هو هيتحمل جزء من دفع الفاتوره، لان الحقيقه الموسم مازال ممتد، عنده مواجهتين هيكونوا في بدايه شهر 9، ما عندوش فرصه قوي ان هو، بتكلم من ناحيه الوقت طبعا، ان هو يشتغل، لكن من الواضح ان في اتفاق ان روي فيتوريا هو رجل المرحله، وانه في رغبه من الاتحاد المصري لكره القدم او لمجلس الاداره ان هم يراهنوا على الراجل في اللي جاي. كان ليه بعض التصريحات كده حابب اقف عليها شويه مع حضراتكم ونتكلم عليها بالتفصيل، بس اسمحوا لنا نشوف او نروح نشوف جزء من المؤتمر الصحفي اللي اقيم النهارده وتقدم فيه روي فيتوريا والكلام عن المرحله اللي جايه ان شاء الله مع منتخب مصر. نشوف التقرير وارجع لحضراتكم. اولا الف شكر للجميع، لكل الناس اللي هنا. طبعا جينا وصلنا. Obrigado a toda a comunicação social. اشكر por estar aqui كل الهيئات اللي موجوده هنا، التصوير. Para mim é um prazer ver esta بالنسبة لي ده فخر كبير ان انا اكون موجود com esta dimensão e cheia مع الاجتماع الجميل المليان بالشباب. Meu primeiro dia. في اول يوم ليا. E podermos levar وطبعا احنا ممكن نمسك ونطلع بمصر لأحسن حاجة في العالم. Eu tenho que falar devagar que é para nós irmos começando a هنتكلم بالراحة شوية علشان نقدر نفهم بعض. Para mim é uma honra e é um privilégio estar aqui. بالنسبة لي ده حاجة جميلة جدا وإن أنا فخور إن أنا موجود هنا. Agradeço o convite. بشكر طبعا e sou muito grato. ان انتوا قلتوا لي ان انا لازم اجي وانا مبسوط جدا دو سنيور عازم امان، ومبسوط جدا من كابتن حازم، ومبسوط ان انا اتعاملت مع حد كويس جدا زي كابتن حازم. نا فورما كومو ترانسميتيو از ايدياز اي كوم بالطريقه اللي قدر يوصل لي الطريقه والرساله. Demonstrou que queria que nós viéssemos para cá. وقدر يوصف لي المشروع ان احنا نقدر نيجي هنا مصر. Estou muito grato por isso. أشكركم جدا على كده وأشكرك جدا. E venho com uma enorme ambição, com a noção clara que estou à frente de um país que adora futebol. وأكبر حاجة بالنسبة لي إن ده تحدي كبير جدا إن أنا هاجي لبلد بيحبوا جدا كرة القدم. Que respira futebol. بيتنفسوا كرة قدم. Milhões e milhões de pessoas que vão estar de olho em nós. ملايين من الناس اللي هيقدروا يدعمونا. Mas como em todos os projetos onde eu entro. بس طبعا زي كل البرامج اللي احنا بندخل فيها. Faço sempre com enorme paixão. في المشاريع دايما بنشتغل بكل ما احسن معنا. E com enorme profissionalismo. وبكل البروفيشناليتي وبكل الشفافية. Porque essa foi a imagem de marca لأن هي دي ترينار. الايمج بتاعتنا أو الصورة الكبيرة بتاعتنا وهي ديت الماركة المسجلة بتاعتنا احنا ازاي مش فقط ان احنا ندرب. Tenha noção clara do que é que vamos ter nos próximos 4 anos. عندنا ميشن، عندنا طريق، الطريق دوت ظاهر ان احنا لازم نوصل لحاجة كويسة. Desafios difíceis, mas muito aliciantes. تحديات صعبة مظبوط بس كلهم نقدر نسهلهم. E aquilo que eu vos quero dizer para terminar esta primeira intervenção é que eu vou ser a partir de hoje, já fui antes deste momento, a partir de hoje, um egípcio no meio de vós, irei ser o primeiro que quer que venham todos atrás de mim. Tenho noção que para se conquistar alguma coisa na vida. Nunca trabalhamos sozinhos. ما فيش حد بيقدر يشتغل لوحده. E portanto, mais do que vir aqui, uma pessoa de fora. وطبعا شخص من بره البلد يوصل لهنا. Eu serei um de vós. هكون واحد منكم. E aquilo que pretendemos é que todos juntos. وكل اللي انا بأمله ان احنا كلنا نكون ايد واحدة علشان نوصل للنقطة اللي احنا دايما محتاجين. بس كلنا دايما لازم كلنا نكون مبسوطين، لازم كلنا نكون فخورين ان احنا مصريين، ان احنا بنمثل بلدنا بطريقة كويسة، بطريقة حلوة، بكواليتي كويسة.
porque é aquilo que eu acho que nós devemos fazer. لأن هو دوت اللي أنا أظن إن إحنا لازم كلنا إيد واحدة نعمله. Obrigado pela recepção. أشكركم جدا للريسبشن الجميل. Vamos ao trabalho, que é aquilo que agora interessa. ويلا بينا نشتغل علشان نعمل حاجة كويسة إن شاء الله. يعني نتمنى كل النجاح لروي فيتوريا أو روي فيتوريا زي ما بيقولوها بالبرتغالي. أنا مشيها روي أسهل علينا. وعلى كل أحوال الراجل الحقيقة عنده مقدمات مبشرة، يعني بداية تجربته مع بنفيكا البرتغالي، وبنفيكا واحد من مع سبورتنج لشبونة، مع بورتو البرتغالي واحد من أكبر ثلاث أندية في البرتغال. وقدم الحقيقة يمكن واحدة من مميزات الراجل ده إنه عينه حلوة، يعني قدم أسماء كتير منهم يمكن دلوقتي يعني النجوم اللافتة للنظر قوي على مستوى أوروبا مش على مستوى البرتغال. جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد، واحد من أجمل المواهب اللعيبة اللي تحب تتفرج عليها في كرة القدم. روبن دياش واحد من أفضل المدافعين على مستوى العالم، هو اللي قدمهم وراهن عليهم في مشوارهم في البداية مع بنفيكا. النهاردة بنتكلم على اثنين من أهم نجوم الكرة العالمية، وده يمكن كان واحد من تصريحاته اللي راهن عليها. الناس طبعا ركزت قوي على صلاح وسألوه إن هل تواصلت مع، هو طبعا حصل تواصل مع صلاح، لكن أنا رده عجبني. رده قال أنا مش حابب قوي أتكلم على أفراد، حصل تواصل مع صلاح، لكن أنا حابب أكتر نتكلم على بلغة الجامعة. يعني اتكلم كمان على إنه من واحدة من أهدافه إنه يبقى في المنتخب المصري أكتر من محمد صلاح. سألوه كمان على الكرة اللي بيحب يلعبها والكرة اللي بيحب يقدمها، قال بشكل كبير انه بيحب يعتمد على الكره الممتعه، التكتيك المبني على الاستحواذ، واعتقد ده هيناسب او هيتفق عليه معظم المصريين، ودي ميزه افتقدها منتخبنا المصري مع كثير من المديرين الفنيين في السابق. في كل الاحوال يعني نتمنى له التوفيق رغم انه بيتولى المسؤوليه في ظروف صعبه. تعليق اخير بس، لانه الراجل جاي بجهازه كامل، مدرب مساعد ومدرب احمال ومدرب حراس مرمى، والكلام على فكره طبعا حسب تصريحات المسؤولين في اتحاد الكره انه مش هيبقى فيه مدير منتخب، ممكن يبقى فيه مدير اداري، لكن مدير منتخب المنصب ده هيتم الغائه. لكن انا في ظني وفي تقديري وجود مدرب مساعد مصري في منتهى الاهميه، مرشح ليها حتى اللحظه محمد شوقي، كابتن محمد شوقي اللي اشتغل مع كيروش ومع كابتن إيهاب جلال في الفترة الصغيرة تولى فيها المسؤولية. لكن أعتقد مش بس من باب تولي الخبرة، لكن من باب كمان سهولة التواصل وسهولة فهم العقلية بتاعة اللعيب المصري. وفي كتير من المواقف مهم جدا يبقى في حد مصري جوه الجهاز هيقدر ويسهل بشكل كبير جدا عملية التواصل والحلول.